قضاة الظلم جلادون لا قضاء، يصدرون قراراتهم ممهورة برغبات بن سلمان بإيقاع أشد الأحكام في حق معتقلي الرأي والإصلاحيين، قضاة تخلوا عن واجبهم بحفظ حقوق المواطنين ليصبحوا جلادين قساة. اشتهر منهم ثلاثة، أولهم القاضي نبيل الجبرين الذي حكم بالسجن 6 سنوات في حق الشيخ المحتسب فهد القاضي، وانتهى به الحال ميتا في محبسه بعد أيام قليلة من صدور الحكم بحقه. ثانيهم عبد العزيز بن مداوي آل جابر، أحد أقدم قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، الذي اشتهر بإصداره أحكاما صادمة تتعلق بتهمة التأليب ضد ولي الأمر، وهو الذي حكم بالسجن والمنع من السفر بحق الشيخ الدكتور يوسف الأحمد بعد مطالبته بمنع اعتقال أهالي المعتقلين عام 2011. يعرف آل الجابر بسرعة إصداره لأحكام الإعدام والسجن لفترات زمنية طويلة. هذه الصفة المضيعة لمصائر المعتقلين استخدمها لتكون تذكرة ترقيته السريعة، لتضعه عام 2018 في منصب مساعد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة. أما ثالثهم فهو القاضي الشاب عبد العزيز الحارثي، الذي يحاول إثبات نفسه عبر إصدار أحكام قاسية تظهر جرأته أمام المسؤولين وتحقق رضا بن سلمان السريع عنه. يجتمع هؤلاء الثلاثة وآخرين معهم في تحويل المحاكم إلى سيرك يتضمن ممارسات سيئة المتحكم فيه شخص واحد، في غياب تام لأي محاسبة أو مراقبة.